العظيم الحليم الكريم. بسم الله العظام الحليم الكريم. بسم الله العظيم الحليم الكريم. بسم الله أرقاك من كل داء يؤذيك الله يشفيك. بسم الله أرقاك وقتاه من كل داء يؤذيك الله يشفيك. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة الله يشفيك. أعيذك بقدرة الله وجبروته. أعيذك بقدرة الله وجبروته من شر الحاسدين من شر الحاقدين من شر الناظرين من كل مس اختفى في البدن من كل مس عاشق في الجسد من كل مس عاشق في الجسد من كل مس عاشق في الجسد سكن وتربص سكن وتربص سكن في البدن لسنين طويلة منذ الصغر سكن لسنين طويلة منذ الصغر سكن لسنين طويلة خادم سحر القتل والجنون خادم سحر المأكول يأتي إليها بالليل في المنام. بسم الله أرقاك من كل سحر الله يشفيك. 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 أعيذك بكلمات الله التامة أعيذك بكلمات الله التامة أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة 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 ومن كل عين نصابات 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 عقلا فبلدات ومن كل عين نصابت عقلا فبلدات ومن كل عين نصابت سحرا وصابت حسدا ومن كل عين قوية ومن كل عين قوية ومن كل عين رأت وما بركت 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 ومن كل عين نصابت عقلا فبلدت ومن كل عين نصابت عقلا فبلدت ومن كل عين نصابت عقلا فبلدت ومن كل عين نصابت حسبنا الله ونعم الوكيل من كل مس خفي من كل مس في الرجلين من كل شيطان عقد العقد في الرجلين من كل مس عقد العقد في الرجلين من كل مس عقد العقد من كل مس عقد العقد في الرجلين من كل مس عقد العقد في الرجلين من كل مس عقد العقد في الرجلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله
أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواهكم اليوم نختم على أفواهكم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبد يا شيطان كم آذيت هذه الإنسانة من زمان كم آذيت هذه الأخت من زمان تعذبت تعذبت سكنت فيها وشوهت الجمال والأخلاق خدمت السحر وتأتيها بالليل في المنام تطعمها الأكل أما أنا لك أن تتوب إلى الله تطعمها الأكل تجدد لها الأسحار تجدد لها السحر تجدد لها السحر أما أنا لك أن تتوب إلى الله أما أنا لك أن تتوب إلى رب العالمين خالق الكون الله عز وجل فتوب إلى الله سبحانه وتعالى كفاك ظلما كفاك ظلما كفاك عدوانية كفاك 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 وأنا على علم يقين أنك مربوط في هذا البدن مربوط فعلا مربوط وأريد أخرج ولكن لا أقدر طيب حكي لي إيش حملها متفاهية بزاف حكي لي ولك حرية التعبير طيب أثبت قول من الأول هي تكلم من الأول يلا بصوت مرتفع وتكلم بإذن الله تكلم 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 كم من سنوات في الجسد؟ 20 عام وما فوق 20 عام شو كدير لها حياتها في من 20 عام تل دابا شنو درتي لها حياتها؟ ما هي المشاكل التي سببت لها في حياتها؟ كثير خطه بالخطه بالخطه كانوا كيجيو بالذات وكنت كنرجع كانوا كيديروا خطا بزاف بزاف كنت مغبوله بها واحد القبول ما نقوليش كيف طيرها وتعجبها حطمتها حطمتها زيد ندمان والله ندمان كانوا كيديروا خطا بزاف شنو هي الطريقه اللي كتجعل الخاطب انه ما يبقاش حاملها هي اللي ماشي هو هي وشنو كدير لها انت ما يبقاش هو باغي يمهم تعيب هذا قصير هذا قرع هذا طيب يعني توسوس لها بان كتوسوس لها باش انا هذا خيب هذا طويل هذا قصير هذا كذا ياك طيب زيد شنو اخر؟ ايوا بقات هكاك افيد السنوات ومسكينة كتطلب الله وكتبكي وكتضل مسكينة انسانة مؤمنة الحمد لله وهذا فضل الله عليها حسي صلاتها بوقتها ومزيانة قلبها مزيانة كتبغي الخير للناس يعني كتبغي الخير للناس طيب. شي حاجه ما خلقت ما كانت خدمه مسكينه 3 ايام وكانت خارجه ما تجيش
عذاب وعذاب لأنك آذيتني سنين. أنا لا أحب الظلم من طبعي، لا أحب الظلم. أعيتك أعيتك، أنا لا أحب الظلم ولا أحب الابتداع. هذه أختنا في الإسلام، هذه أختنا في الإسلام آذيتني سنين. طيب شو كدير لها الحياة ديالها من غير الخطاب؟ الخطاب قلت لك لا خدمة لها والو، خليتها تكبر تعجوج تكلم عاد تكلم وما تقربش لهدايا. زين تكلم. تجوجات راجل مزيان ولكن كان بعد عليها راجل قصير طريف. اليوم يوم يوم وكيف تكلم؟ علاقتها مع زوجها ليست على ما يرام. ليش نخر؟ لا فيها تشجيك وليلة أعراض صحية في البدن رجلي أكبر كل مرة في كنت أقل تنتقل مرة في الرجل مرة في الكتف مرة في كل مرة مرة في الرأس مرة في العين. طيب يعني سمعتي لي انت انا في ضعف النظر، سمعتي لي انا مابقاش نشوف مزيان. زيد شنو اخر؟ كلشي كلشي خايف ترسوليها، لكن هي في الحرام مؤمنه كتشد الطريق الصحيح لان ضرب كله الناس الله يعمرها ترسلوا العباده وما ما كتحيش تسمع بيديها وهي جايه كذلك. طيب حاليا شو كدير لك حياتك؟ حرام انا راه ما كنسمعش عافاك. حاليا شو كدير لك حياتك؟ تكلم. اليوم بيننا عز وجل غير حوايج، اما الموت اما الخروج خروج اما الحرب حرب لا 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 باذن الله. اسمع ماذا يقول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بسم الله يحرق بقوة الله يحرق ويعذب بإذن الله. بسم الله يحرق كل شيطان. اللهم أنزل عليه العذاب اللهم أنزل عليه نارا من عندك تحرقه تلهبه. اللهم أكسر أجنحته اللهم أكسر أجنحته اللهم أكسر أجنحته اللهم أكسر أجنحته اللهم اجعل صلاتها عليه نارا اللهم اجعل صلاتها عليه نارا اللهم اجعل صلاتها عليه نارا اللهم اجعل
الصلاة عليه نارا. اللهم اجعل صلاة عليه نارا. اللهم اجعل صلاة عليه نارا. اللهم اجعل صلاة عليه نارا. بسم الله. يحرق الجن بقدرة الله. يحرق الجن بقدرة الله. يموت الجن بإذن الله. قاتلوهم يعذبهم 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 الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل أشهد 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 أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أقسم بالله أن أخرج من هذا الجسد ولن أعود إليه أبدا. وأعلم علم اليقين أنني بإذن الله سأعيد لها الرقية وإن وجدتك فلا تلومن إلا نفسك. مفهوم سوف يخرج بحالي. أقسم بالله الذي رفع السماوات بلا عمل وبسط الأرض والله لقك حسنعك. لقد أعذر من أنظر. أنا لا أريد أن أؤذيك فأنا أدعوك إلى الطريق المستقيم. أدعوك إلى رب العالمين. أريد لك الخير. أريد لك الخير وأن تتوب إلى الله فكفاك ظلما. قل أقسم بالله أن أخرج من هذا الجسد لن أعوده إليه أبدا مع الفاتحة إن شاء الله. الله خير قل السلام وتخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل السلام عليكم وخرجوا.